ورحمة الله وبركاته. معاكم نس أسماء على قناة ساينس ويز نس أسماء. حبايبي student of second prep، أهلا بيكم يا حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد unit 3 lesson 2 reproduction in humans part 1. الليسون ده هيكون على 2 parts، ما ننساش نعمل subscribe ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا part 2. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن reproduction in human والتكاثر في الإنسان. والتكاثر في الإنسان بيكون إيه؟ بيكون sexual reproduction مش asexual reproduction. ليه ما ينفعش يكون التكاثر في الإنسان asexual reproduction؟ عشان asexual reproduction بينتج عنه identical individual like the parent، إنما الإنسان أصلا في منه الميل والفيميل، فعشان كده ما ينفعش الإنسان يتكاثر تكاثر لا جنسي. إنما التكاثر في الإنسان بيتم عن طريق sexual reproduction ما بين الميل والفيميل، ما بين الميل والفيميل. طب ايه اهميه الريبرودكشن؟ الريبرودكشن بيحافظ على النوع من الانقراض. يبقى ايه الاهميه الريبرودكشن؟ الريبرودكشن بروسيس aims to secure the existence and the continuity of the living organism and prevent them from extinction. طيب لما نيجي بقى نتكلم على النهارده هنبدا ناخد ايه في الليسون بتاعنا؟ هنبدا ندرس في الليسون بتاعنا الميل ريبرودكتيف سيستم والفيميل ريبرودكتيف سيستم والستراكشر اوف اوفم اند سبيرم وتركيب الايه الاوفم البويضه والسبيرم الحيوان المنوي. هنبدا اول حاجة دلوقتي هناخد الميل ريبرودكتيف سيستم او الايه الجينيتال سيستم اوف ذا ميل، الجهاز التناسلي للذكر في الانسان. الجهاز التناسلي للذكر في الانسان بيتكون من 4 مين بارتس، اربع اجزاء رئيسيه اللي هم 2 تيستس 2 فاز ديفرنس اسوسييتد جلاند اند بينس. التو تيستس اللي هم الخصيتين، 2 فاز ديفرنس اللي هم الوعاء الناقل، والاسوسييتد جلاندز الايه الغدد المصاحبه للريبرودكتيف سيستم بتاع الميل، والبينس القديم. اول حاجه زي ما انا شايف كده هنتكلم على two testes. التو testes او الخصيتين الديسكريبشن بتاعتهم هم عبارة عن two gland in the oval shape. هم عبارة عن غدتين واخدين شكل ايه بيضاوي، يبقى they are two gland of oval shape. طيب البوزيشن بتاعهم فين؟ دول بيبقوا outside the body برا الجسم، جوه كيس اسمه ايه؟ كيس الصفن او الايه الاسكورتال ساك. يبقى they locate outside the body in sac like structure called scrotal sac which is hanged between male thigh، ما بين فخذي الايه الذكر. يبقى they locate outside the body in sac like structure called scrotal sac which is hanged between the male thigh. طيب الفانكشن اوف ذا تو تيست، يا ترى ايه هي الفانكشنز بتاعتها؟ الفانكشن بتاعت الخصيتين انها برودكشن اوف سبيرم اللي هي الميل جاميتس، انها بتنتج الايه الحيوانات المنويه اللي هي الجاميتس بتاعت الذكر، وكمان انها بتظهر الصفات الثانويه secondary male sex character الايه الصفات الثانويه للايه للذكر، زي ايه؟ زي مثلا الهارشنس اوف فويس، زي الجروس اوف بونز، زي الجروس اوف هير، تمام. كل الحاجات دي يبقى الفانكشن اوف تيستس برودكشن اوف سبيرم اللي هي الميل جاميتس، والبرودكشن اوف ميل سكس هرمون نون از التستوستيرون. الميل سكس هرمون ده اسمه ايه؟ التستوستيرون. والتستوستيرون ده هو اللي بينظم من عمليه ظهور الايه الصفات الايه الصفات الثانويه للايه للذكر، which is responsible for the appearance of secondary male sex character. تمام. طب ايه هي بقى الفانكشن اوف سكورتال ساك؟ يا ترى ايه وظيفه السكورتال ساك اللي جواه التو تيستس دول؟ وظيفته انه بيحافظ على درجه الحراره بتاعتهم ويخليها اقل بدرجتين مئويتين من درجه حراره الجسم عشان يحافظ عليهم في انتاج الايه السبيرم والجراس بتاع السبيرم. يبقى ات ريجوليت اند كيب ذا تمبريتشر اوف تيستس 2 degrees centigrade below the normal body temperature which is optimum or suitable temperature for the growth and development of sperm. يبقى بيظبط درجة الحرارة أقل درجتين مئويتين من درجة الحرارة العادية لجسم الإنسان عشان يبدأ إيه تكون الدرجة دي مناسبة لنمو وإيه وإنتاج السبرم أو الحيوانات المنوية. طب لما نيجي نتكلم بقى على signs of puberty in male، إيه هي علامات البلوغ في الذكر؟ هو growth of hair in certain body areas وظهور الشعر في إيه؟ في مناطق معينة بالجسم، harshness of voice، growth and development of genital organs، نمو الايه genital organs، والgrowth of bones، والenlargement of muscles، وكمان الايه enlargement of muscles. كل دي ايه علامات البلوغ للذكر في الانسان. طب لما نيجي نتكلم بقى على لو التستس كانتش موجودة بره ايه جسم الانسان وما طلعتش في مع ولادة البيبي، ما طلعتش جوه من جوه اثناء الايه تكون الجنين بتاعه، فعشان كده الجنين دوت لما يكبر مش هيقدر يكون سبيرم وهيبقى individual become infertile او sterile، هيكون ايه فرد عقيم. يبقى if the testes aren't present inside the body and don't come out during the development of the embryo، لو هي ما طلعتش اثناء تكون الجنين وهو في بطن امه، the testes can't produce sperm so the individual become infertile or sterile، هيكون ايه هيكون عقيم. تمام
طيب هنتكلم بقى على الفاز ديفرنس او الوعاء الناقل. الوعاء الناقل دوت هو عباره عن كل خصيه بتبقى كل خصيه بتبقى تكون متصله بمجموعه من الايه من الانابيب بتبقى متعرجه جدا. التيوبز دي نون از اي بي دايمز. الاي بي دايمز دي ويتش اكستند ان ذا فورم اوف سنجل تيوب نون از فاز ديفرنس. يبقى التستس من جوه متصله بايه؟ متصله باي بي دايتس، والاي بي دايتس دي في الاخر بتكون وان تيوب اسمها الفاز ديفرنس او الوعاء الناقل. يبقى each testis is connected to a group of fine convoluted tubes known as epididymis, which is extended in the form of single tube known as vas deferens. طب الفانكشن اوف epididymis ايه؟ وظيفه الepididymis اللي هي التيوب المتعرجه اللي ماسكه بالتستس كلها دي، هي عباره عن ايه؟ عباره عن المراحل النهائيه من نمو السبرم بتحدث فيها. نهايه نمو السبرم بتحدث فيها، يبقى بيكتمل نمو السبرم فين؟ في الepididymis. ايه؟ في الepididymis اللي هي عباره عن الايه الكونفي related tubes دي. وكمان it store sperm، وبتخزن ويتخزن فيها مين؟ بيتخزن فيها السبرم. يبقى نهاية نمو السبرم بتحدث فيها، وكمان السبرم بتستنى جواها. يبقى function of the epididymis the final stage of the growth and the development of sperm takes place in it and it store sperm، وكمان انها بتعمل storing للسبرم. طب ايه هو function of vas deferens الوعاء الناقل ده function بتاعته ايه؟ ان هو بينقل السبرم من التستس to the urinary genital duct اللي هي من الايه لل urinary genital duct اللي هو الايه اليوريترا او مجرى البول. يبقى it transfers sperm from the testis to the urinary genital duct اللي هو اليوريترا او مجرى البول. بينقل السبرم من الايه من الخصيه لمجرى البول. it transfers sperm from the testis to the urinary genital duct اللي هي اليوريترا. طيب بيقول لي ايه اللي هيحصل لو تم قطع الايه الفاز ديفرنس؟ السبرم مش هتقدر تطلع من التستس عشان تروح للايه اليورينري جنتل داكت، وعشان كده الانسان هيكون ايه انفيرتايل، او الانديفيدوال ده هيكون انفيرتايل بيرسون او ايه ستيرلاي عقيم. يبقى السبرم كان ترانسفير فروم ذا تستس تو ذا يورينري جنتل داكت اند ذا انديفيدوال بيكام انفيرتايل. طب لما نيجي نتكلم بقى على الجنتل اسوشيتد جلاند، ايه هي الغدد المصاحبه للايه للميل جنتل سيستم للجهاز التناسلي الذكري؟ اول حاجه عندنا تو سيمينال فيسلز، وعندنا حاجه اسمها بروستات جلاند غده البروستاتا، والايه تو كوبر جلاند وبرده ايه غده كوبر. يبقى تو سيمينال فيسلز بروستات جلاند دي واحده، تو سيمينال فيسلز بروستات جلاند اند تو كوبر ايه جلاند. تو كوبر جلاند دي الغدد المصاحبه للايه للجينيتال سيستم بتاع الميل. طب ايه فانكشن اوف جينيتال اسوشيتد جلاند؟ ايه وظيفتها؟ هي اللي بتصب الايه الافرازات بتاعتها على السبرم عشان تكون الالكالاين فلويد نون از سيمينال فلويد. يبقى كلهم بينتجوا السيمينال فلويد او الايه السائل المنوي اللي بتعيش فيه ايه السبرم. يبقى ايه الفانكشنز بتاعتهم؟ they pour secretions on sperm to form an alkaline fluid known as seminal fluid. يبقى هي بتصب ايه secretions افرازات على السبرم عشان تكون alkaline solution او محلول قاعدي اسم اللي هو ايه seminal fluid او اللي هو السائل المنوي. الفانكشن اوف seminal fluid ان هو بيعمل ايه seminal fluid؟ مهم جدا ان هو بيخلي الحيوانات المنويه تتحرك بسهوله، بيغذي الحيوانات المنويه عشان فيه nutrients، كمان بيعمل neutralize acidity of the urethra بيعادل ايه عادل حمضيه الايه مجرى البول عشان هو قاعدي. فعشان كده الايه المانيا او السبرم مش بتموت اثناء انتقالها ثرو ذا يوريثرا. يبقى بيعمل ايه الفانكشنز بتاعته؟ مهمه جدا بتاعت السيمينال فلويد، نورش اور فيد ذا سبرم، فاسيليتس ذا فلو اوف ذا سبرم، نيوترلايز ذا اسيديتي اوف ذا يوريثرا. نورش اور فيد ذا سبرم، فاسيليتيت ذا فلو اوف سبرم، اند نيوترلايز ذا اسيديتي اوف ذا يوريثرا. بقى ايه اللي هيحصل لو السكس جلاند دي كانت سكريت ذا سيمن، ما عملتش افرزتش الايه السائل المنوي؟ السبرم هتموت، وعشان كده الانديفيدوال برده هيكون ان اي استيرايل او انفيرتل. يبقى وات هابن اف ذا انابيليتي جلاندز تو سكريت ذا سيمن، ذا سبرم داي سو ذا انديفيدوال بيكام انفيرتل اور استيرايل. طب لما نيجي نتكلم بقى دلوقتي على الايه على البروستات، البروستات النورمال البروستات شكلها عامل كده، لو انلارجد بيبقى لو حصل تضخم في البروستات بيبقى شكلها بالايه بالشكل دوت. والانلارجمنت اوف ذا بروستات دي ممكن تحصل اباف ايه 40 ييرز، لما عمر الميل يكون اكتر من 40 سنه، وده بيؤدي لزياده الضغط على اليوريثرا ويسبب ايه difficulty in urination صعوبه في التبول and needs to remove the surgically. وكمان بيحاولوا يشيلوها ايه جراحيا لو ايه البروستات حصل لها انلارجمنت او تضخمت بالشكل ده. طيب هنيجي نتكلم بقى دلوقتي على رابع حاجه هو البينس او القضيب.
It's a sponge like tissue. هو عبارة عن تيشو زي السبونج كده زي الايه زي الاسفنج. The urethra passes through it and ends with the urinary genital opening. يبقى هو سبونج لايك تيشو. The urethra passes through it and it ends with the urinary genital opening. وينتهي بنهاية الفتحة الايه البولية التناسلية for the male. الفانكشن بتاعته through which is the semen and urine go out. من خلاله السيمن واليورين بيطلعوا بره جسم الانسان. Through the urino genital opening but never at the same time. بس الاثنين ما ينفعش يطلعوا في نفس الوقت، كل واحد في وقت لوحده. يبقى through which the semen and urine go out of the body through the urino genital opening but never at the same time. طيب من الاكسبلانيشن ده هنستنتج ايه هي الريزنز بقى بتؤدي ان الميل يكون انفيرتل او استيرال. ايه هي؟ اول حاجه ان التستس ما تكونش بتبقى جوه جسم الانسان وما تطلعش بره، فده هيبقى ايه؟ هيبقى استيرال. ان كمان بيحصل ايه؟ قط في التو فاز ديفرنس في الوعاء الناقل يتقطع، او الانابيليتي اوف سكس جلاند تو سيكريت سيمينال فلويد. يبقى في ثلاث اسباب يؤدوا ان الميل يكون انفيرتل. ان هو التستس دونت كام اوت اوف ذا بودي كافيتي ديورينج the development of the embryo and occurrence of a cut in the two vas deferens, inability of sex gland to secrete the seminal fluid. دي كده كانت reasons for a for the male human being become in sterile. Is the testes don't come out of the body cavity during the development of the embryo, اثناء تكون الجنين. Occurrence of a cut in the two vas deferens, inability of sex gland to secrete seminal fluid. طب لما نيجي نتكلم بقى على دلوقتي على female reproductive system او genital system of the female، الجهاز التناسلي للايه للفيميل للانثى، هلاقيه بيختلف اختلاف تام عن الجهاز التناسلي للميل. فهلاقيه بيتكون من ايه؟ بيتكون من two ovaries من المبيضين، تو فوليبن تيوبز قناتين فالوب، واليوترس اللي هو الرحم، والاي والفاجينا، والاي والفاجينا اللي هي تو فالوبيان تيوبز يوترس اند فاجينا. هنتكلم على اول حاجه التو اوفرز. الاوفري عباره عن تو جلاند هافينج ذا سيم سايز اوف ذا بي ليد الموند، زي حبه اللوز كده بالظبط. يبقى زي ار تو جلاندز، هم عباره عن غدتين هافينج ذا سايز اند شيب اوف ايه الموند، زي ايه؟ زي حبه اللوز. يبقى طب البوزيشن بتاعهم فين؟ زي لوكيت انسايد ذا بودي ان ذا لوور بارت اوف ذا ابدومينال كافيتي فروم ذا باك. يبقى هما موجودين جوه جسم الانسان، جوه الجسم، جوه الجسم في الجزء السفلي من الايه من التجويف البطني من ناحيه الظهر. يبقى زي لوكيت انسايد ذا بودي ان ذا لوور بارت اوف ذا ابدومينال كافيتي فروم ذا باك. الفانكشنز بتاعتها طبعا الاوفري هينتج الاوفم، هو اللي هينتج الايه البويضات اللي هي الفيميل جاميتس، which is process in as evolution في عملية التبويض. يبقى produce بيحصل بيعمل production of ova اللي هي تكون البويضات اللي هي female gametes in a process known as evolution أو إيه التبويض، في عملية تسمى بعملية التبويض. وكمان production of female sex hormone which are اللي هما إيه female sex hormone؟ البروجسترون والاستروجين. البروجسترون والاستروجين دول female sex hormone، إنما التستوستيرون هو male sex hormone. البروجسترون which is responsible for the continuity of the pregnancy. البروجستيرون ده الهرمون المؤي اللي بيسبب استمرارية حدوث الحمل، والاستروجين which is responsible for the appearance of secondary female character اللي هي الايه العلامات الثانوية لبلوغ الأنثى، اللي هي هيبقى ايه بقى؟ الصوت الناعم، نمو the growth and development of the breast، كمان الoccurrence of menstrual cycle، growth of hair in ornament and pubic، تمام، a softness of the voice، وكمان الايه accumulation of fats in some body region، تكون الايه او تجمع الفاتس في بعض مناطق جسم الانسان. طيب ايه هي عملية التبويض؟ عملية التبويض هي العملية اللي من خلالها بتنتج البويضات. كل اوفري بينتج ايه؟ بينتج بويضة كل 28 يوم بالتبادل مع الاخر. يبقى ايه هي عملية التبويض؟ هي العملية اللي ايه؟ هي عملية انتاج البويضات، حيث كل مبيض يقوم بانتاج بويضة واحدة مرة كل 28 يوم بالتبادل مع المبيض الاخر. It's the process of production of ova which where each ovary release one rib ovum every 28 days in exchange with the other ovary with the other ovary. طب ايه هي signs of puberty in female، علامات البلوغ في الانثى؟ growth of hair in
armed and pubic تمام softness of vias growth of development of breast accumulation of fats in some body regions and occurrence of menstrual cycle وحدوث الدورة الشهرية. المنستيريال سايكل او الدورة الشهرية واحدة من علامات الايه البلوغ للانثى او للفيميل في الانسان بتحصل كل قد ايه بتحصل كل 28 يوم as long as no pregnancy happened طول ما فيش حمل فهي بتحصل كل 28 يوم بتبدأ من اول البلوغ فترة البلوغ بتبقى من سن 11 او 14 سنة وبتنتهي في ايه في المينوبوز فيز اللي هي اللي ايه سن اليأس من سن ايه 45 to 55 years. يبقى المينستيريال سايكل it's one of the sign of puberty in female it repeat every 28 days as long as no pregnancy happen it start as the age of female puberty from a 11 to 40 years من حوالي 11 ل 14 سنة and stops at the age of a menopause اللي هي 45 to 55 years. طب ايه هي الفيميل مينوبوز او سن اليأس للأنثى؟ هي الايج اللي بتوصل له الأنثى ما بيحصلش فيه ايه ما بيحصلش فيه تو اوفري ما بينتجوش اي بويضات وبتقف عندها المينستيريال سايكل الدوره الشهريه ما بتبقاش موجوده يبقى اتس ذا ايج ات ويتش ذا تو اوفريز كومبليتلي ستوب ريليزنج اوفر اتس ذا ايج ات ويتش ذا تو اوفريز كومبليت ستوب اي ريليزنج اوفر. نتكلم دلوقتي على تو فالوبيان تيوبز. ايه هي بقى قناتين فالوب؟ قناتين فالوب هو عباره عن القناتين كانهم اقمع كده شكل القمع الفانل شيب بياخدوا فانل شيب اوبننج بروفايد ويز ا فينجر كانها بتنتهي كده بفينجر لايك بروجكشن نهايات كده كأنها أصابع عشان تعمل الفينجرز دي أو السيليا دي الأهداف دي عشان تعمل كاتشنج للبويضة أول ما الأوفري إيه أول ما الأوفري ينتجها. يبقى they are two tubes of funnel shaped opening provided with finger like projection the inner wall of the fallopian tube in line with cilia الانر وول بتاعها الجدار الداخلي بتاعها مغطى بالاهداب. يبقى هي عباره عن فانل شيب تيوب اوبننج ويز ايه ويز فينجر لايك بروجكشن نهايات شبه الاصابع وجواها سيليا عشان تحافظ على ايه تحاول تمرر الاوفا لغايه ما توصل لايه لغايه ما توصل لليوترس. تمام البوزيشن بتاعتهم زي ار تو اذا تو فالوبيان تيوب ار لوكيت نير ذا اوفريز اند اند ويز ابر كورنر اوف ذا يوترس هي بتبدا من ايه من جنب المبيض وبتنتهي بتفتح فين في الرحم. تو فالوبيان تيوب ار لوكيتد نير ذا اوفريز اند اند وذ ذا ابر كورنر اوف ذا يوترس نهايه بدايه الايه بدايه الرحم. الفانكشنز بتاعتها هي بتعمل ريسيف او ايه بتمسك الايه الاوفم اند دايركت ات توورد ذا يوترس هي اللي بتعمل كاتشنج او تستقبل الاوفم وتنقلها لغايه اليوترس وذي ايد فور ذا كونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف ماسلز ان ذا تيوب وول اند ذا موفمنت اوف lining cilia. يبقى بتنقل البويضه ازاي؟ عن طريق انا بيحصل فيها انقباضات وانبساطات فتنقل العضله بتاعتها لغايه ما تنقل البويضه لجوه وكمان ايه حركه السيليا المغطيه الجدار الداخلي ليها هي بتساعد برضو على انتقال الاوفم لليوترس. يقول لي بقى ايه سؤال جيف ريزون بيقول لي فالوبيان تيوب ستارت ويز فانل شيبد اوبننج بروفايدد ويز فينجر لايك بروجكشن ليه شكلها شبه الفانل وبتنتهي بنهايه شبه الاصابع عشان تعمل ريسيف لمين للاوفم وتنقلها لي اليوترس من خلال الايه من خلال الانقباضات والانبساطات وحركه الايه السيليا اللي موجوده جواها او الاهداب اللي مغطياها من جوه. يبقى to receive and the rib ovum from the ovary by the finger like projection and push it towards the uterus through the movement of cilia. طيب بيقول لي ليه the inner wall of the fallopian tube is ciliated ليه مغطى بالاهداب to direct the rib ovum towards the uterus عشان ينقل برضه الرب ovum البويضه المنتوجه لايه لليوترس. طيب هنيجي دلوقتي على اليوترس وومب او الايه الرحم. اليوترس او الرحم هو عباره عن هالو بير شيبد اورجان هو شيبد اورجان كانه ثمره ايه كانه ثمره الكمثره كده. It has muscular wall that can expand as fetus grows during pregnancy. يبقى هو ليه هو muscular wall الجدار بتاعه عضلي ممكن يحصل له extension أو expand كده لما يتكون جواه الجنين أثناء الإيه الحمل. وIt lined with mucus بيبقى مغطى بطبقة من الميوكس أو من المخاط rich in blood غنية بالblood capillaries to form a
placenta during pregnancy عشان يكون الايه، يكون placenta او الايه اللي هي الشيمة اللي موجودة ايه اثناء الحمل اللي بيتغذى منها الايه الجنين. يبقى ايه شكله عامل ازاي او الديسكريبشن بتاعه. It's a hollow pear shaped organ. It has a muscular wall that can expand as the fetus grows during pregnancy. It lines with mucous membrane rich in blood capillaries to form a placenta during the pregnancy عشان تكون الايه المشيمة اثناء الحمل. البوزيشن بتاعه it locate in the pelvic cavity between the urinary bladder and rectum. يبقى هو موجود في النص كده ما بين urinary bladder قدام ووراه الريكتم المستقيم. الفانكشن بتاعه it protect the fetus until press هو اللي بيحمي الجنين لغاية ما ايه ما يتولد، وكمان هو اللي بيغذي الجنين لغاية ما تتم عملية الحمل نهايتها عن طريق قلنا المشيمة والايه وعن طريق كمان الامبريكال كورد اللي هو الايه الحبل السري. يبقى it protect the fetus until press. It nourish the fetus during the pregnancy by the placenta and through the umbilical cord اللي هو من خلال الحبل السري. طيب هنيجي نتكلم بقى على دلوقتي على ايه، على the vagina، على الفاجينا او المهبل. الديسكريبشن بتاعها هي muscular tube that expand during labor. يبقى هي muscular tube انبوبة عضلية بيحصل لها بتمتمدد اثناء عملية الولادة. It extend from the uterus and end in the external genital opening. بتمتد من اليوترس تفتح في بره في genital opening او الفتحة الايه التناسلية. It expand during the labor to deliver the baby. يبقى الفكرة كلها انها بتحصل لها expand during the during the labor اثناء الولادة. طب لما نيجي نتكلم بقى على structure of the ovum and the sperm in human، يا ترى ايه تركيبة الستراكشر بتاع الاوفم والسبرم في الانسان؟ عشان نعرف الستراكشر بتاعت الخلايا دي لازم ابقى عارف ان كل خلية فيها نيوكليس، وكل نيوكليس جواها الدي ان ايه، وان الانسان جواك الدي ان ايه بتاعه ده فيه ايه الكروموسوم، وكل انسان فيه قد ايه 46 كروموسوم. اوف سبيشيز بتحمل كل 46 كروموسوم بيحملوا كل الجينات او الجيناتيك ماتيريال اللي هي الجينات بتاعه الانسان بصفاته كلها، لون عينه وشعره شكله سلوكه كل حاجه تمام. and it's responsible for the heredity trait of the organism. كمان هي مسؤوله عن الايه انتقال الصفات الوراثيه في الايه في الكائن الحي. يبقى كروموسومات او genetic material carry gene which is responsible for the heredity trait of the organism. طيب الاوفم والسبرم بقى بيختلفوا عن اي خليه موجوده في جسم الانسان. احنا قلنا اي خليه في جسم الانسان بتبقى موجوده جواها نيوكليس، النيوكليس جواها دي ان ايه، دي ان ايه فيه كروموسومات. عدد الكروموسومات في الخليه العاديه اللي في اي حته في جسم الانسان 46 كروموسوم، ما عدا مين؟ ما عدا الاوفم والسبرم بعدد الايه الكروموسومات فيهم بيبقى نص العدد اللي موجود في الايه الخليه العاديه. ليه؟ لان هم جاميتس، فلازم لما يجي يحصل ميتنج ما بين اوفم وسبرم يبقى ده 23 وده 23 يدينا ايه 46 ويدونا خليه طبيعيه. يبقى لازم عدد الكروموسومات فيها بيكون نص عدد الكروموسومات الموجوده في اي خليه في جسم الايه الانسان اللي هم كام كروموسوم؟ 23 كروموسوم. يبقى the ovum and the sperm differ from any other body cells in the number of chromosomes in the nucleus, where the nucleus of a sperm or an ovum contain only half number of the chromosome اللي هو 23 كروموسوم. ان الفيميل جاميتس هي الاوفم بتاعتي بتبقى شكلها كده لارج ان سايز، اتس لارج ان سايز از سيسم سيد سايز، كانها حبه سمسم. بيبقى الويتس بتاع الريدياي بتاعها 0.1 مليمتر، حجمها كبير بالنسبه طبعا للسبرم. ليه؟ دي تو ذا ستورج اوف نيوترينت ماتيريال، عشان هي الاوفم بيبقى جواها ايه النيوترينت ماتيريال، المواد الغذائيه اللي هيتغذى عليها الجنين، فعشان كده حجمها بتكون ايه بيكون كبير. وكمان هي مش متحركه، هي ثابته، بتكون ستاتيك سيل، خليه ثابته وبتاخد شكل السفيريكال سيل. يبقى زي ما انا شايف كده هي مليانه نيوترينتس عشان يتغذى منها الجنين لما يحصل حمل، وكمان ان هي واخده سفيريكال شيب، وكمان ان هي نوت موبايل سيل، اتس ستاتيك سيل، هي خليه ثابته. يبقى اتس لارج ان سايز اس سيستم as system seed size due to the storage of nutrients material. It's not mobile cell, it's a static cell, it's a spherical shape. زي ما انا شايف كده تتكون من ايه؟ من النيوكليوس والسيتوبلازم والبلازما ميمبرين والسيلولار ميمبرين. يبقى بتتكون من نيوكليوس سيتوبلازم بلازما ميمبرين وسيلولار ميمبرين. النيوكليوس بتاعتها جواها كروموسومات، عدد الكروموسومات فيها كام؟ برافو عليكم 23 كروموسوم. يبقى ذا نيوكليوس contain one half of the genetic material، نص الجينات الصفات الوراثيه اللي هو 23 كروموسوم. والسيتوبلازم contain stored and food and the nutrients that surround the plasma membrane. يبقى السيتوبلازم هو فيه الايه الغذاء كله اللي هي ايه
حوالين النيوكليس. والسيلولر ميمبرين ده an intact membrane that's surround coated by the cell from the outside. والغشاء الخلوي هو اللي هيغطي الخلية دي من ايه؟ من بره. هو الغشاء اللي هيحيط بالايه؟ بالخلية من بره. تمام تمام. It's an intact membrane that's surround the cell from outside. طب لما نيجي ناخد السبرم، السبرم زي ما انا شايف كده very small if it's compared with the ovum، حجمه صغير جدا لو قارنته بحجم الاوفم. وكمان هو موبايل سيل، هو خليه ايه؟ متحركه. بيتكون من ايه؟ من وميدي بيس او الميدل بارت والتيل. الهيد دي جواها الايه؟ النص كميه الايه؟ جيناتيك ماتيريالز اللي هي 23 كروموزوم. الميدي بيس دي جواها الميتوكوندريا، جواها ايه؟ ميتوكوندريا اللي هي بتنتج الطاقه عشان تخليه يتحرك. تمام. تبر ذاتس ويتش ار responsible for energy production needed for the sperm movement. يبقى الميدل بارت دي جواها الميتوكوندريا، الميتوكوندريا اللي هتفرز، اللي هتدينا الطاقه، الطاقه اللي هتخليه يتحرك. والتيل هو thin and long and it's responsible for the movement of sperm till reaches the ovum. هو اللي بيخلي الايه؟ الحركه بتاعته اللي بتحركه لغايه ما يوصل للاوفم. يبقى it consists of the head that contain one half of genetic material اللي هي 23 كروموسوم، the mid piece that contain mitochondria which is responsible for the energy production needed for the sperm movement, and the tail thin and long and it's responsible for the movement of sperm till reach the ovum. يبقى الاوفم فيها ايه؟ 23 كروموزوم، والسبرم فيه 23 كروموزوم. لما يحصل ميتنج ويحصل فيوجن ما بينهم ويحصل الفيرتلايزيشن او عمليه التخصيب، يدينا سيل جديده فيها الايه؟ ال 46 كروموزوم، عشان ينتج انسان طبيعي بكل الصفات الوراثيه، واخد نص صفاته من امه والنص الثاني من ايه؟ from his father. وكده يا حبايبي خلصنا الليسون بتاع النهارده. يا رب نكون استفدنا. ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس، واستنونا في بارت 2.